لي خمسة تون يلا وياي أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة. لي خمسة تون يلا شباب، لي خمسة أطفي بهم، أطفي بهم حار الجحيم الحاطمة. من أم المصطفى، المصطفى يلا والمرتضى ما شاء الله، وابناهما والفاطمة. هسه إلك لي خمسة يلا، لي تون أطفي بهم ما شاء الله حار الجحيم الحاطم. خل نتبرك بترديد أسمائهم، المصطفى وابناهما والفاطمة. نحن جئنا هنا ببركة صاحب الجود والفضائل العباس سلام الله عليه، جئنا هنا لنوقع عهد الولاء لصاحب الجود والفضائل. فعندما ينادينا هناك ونحن من أنصار أهل البيت ومن أعوان الحسين والعباس، إحنا شو نقول؟ نقول لبيك يا عباس، يلا لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله بكم. طلبتنا الأفاضل شيخنا الفاضل الإشارة منكم مولا، الله يبارك فيكم إن شاء الله على بركة الله. عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، الحمد لله الملك المحمود المالك الودود مآل كل مطرود ساطح المهاد وموطد الأطواد. اللهم صل على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول محمد بن عبد الله، الصلاة والسلام عليه وعلى أهل بيته خزان العلم منتهى الحلم ذوي الحجى وأولي النهى أصول الكرم الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً فرداً فرداً على منصات قلوبنا، ونحمل في هذه النبضات الطيبة شيئاً من حروف الهجاء بعين وباء وألف وسين. إنه العباس الذي ينبض بالجود والعطاء، ينبض بالحب والوفاء والانتماء إلى كل الخلال الطيبة، إلى ترعة من ترع الجنة، إلى هنا، إلى حاضنة الشهادة كربلاء. من اسمه إنه السلام أيها الأحبة، وأنتم تعرفون جمالية الأسماء الحسنى من السين واللام والألف والميم، أقول سلام وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائري، ضياء أتاني من يديكم محبب وقلبي على كفي هدية
شاعري أجمل وأعطر ترحيب لأصحاب السماحة الأعلام، وأهلا وسهلا ومرحبا بنائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، دام تأييده أعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة، دام تأييدهم السادة رؤساء أقسام العتبة العباسية المقدسة والمعاونين الكرام، دام توفيقهم. أهلا وسهلا ومرحبا، أخص بالذكر أساتذة القرآن الكريم الذين حملوا شارة الحب وإشارة التعليم لهؤلاء النخب القرآنية المباركة، الذين حضروا في هذا المشروع الكبير، مشروع الدورات القرآنية الصيفية لهذا العام، والذي أقامه معهد القرآن الكريم في المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة. أهلاً وسهلاً ومرحباً بطلبتنا الأفاضل الذين بكل حب ينتمون إلى هذه الحروف الأربعة، إلى حروف صاحب الجود وصاحب الفضائل وسيد الانتماءات الكبرى في دائرة الوفاء، سيد العباس. لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، أحسنتم. جاءوا، أحسنتم، جاءوا يمثلون هؤلاء الشبيبة الفتية الأعزاء، يمثلون أكثر من 64,000 طالب شاركوا في أرجاء هذه المعمورة المترامية التي اسمها العراق الحبيب، يمثلون هذا العدد الكبير الذي تبنته العتبة العباسية المقدسة متمثلة بالمجمع العلمي للقرآن الكريم. ورسمياً نبتدئ هذا الحفل على منصات الخير والولاء والانتماء لكل الفضائل. نبدأ حفلنا بتلاوة زاكية من آية الذكر المبارك المجيد، يتلوها على مسامعنا القارئ الطالب محمد مسلم حسين، فليتفضل مصحوبا بذكر محمد وآل محمد. آل بيت المصطفى كاف ونون، آل بيت المصطفى كاف ونون، وهم القرآن والسر المصون، فإذا ما قرئوا فاستمعوا ثم انصتوا وعيا عساكم ترحمون. ناطق أهل البيت في صامت القرآن قد جمع بالتلاوات فصل السامعون. الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم لسلامة عزيزنا الطالب القارئ محمد مسلم حسين صلوا على محمد وآل محمد ويتم تفقد عزيزنا القارئ محمد مسلم حسين في هذه اللحظة من قبل أحبائنا وأساتذتنا في العتبة العباسية المقدسة من قبل نائب الأمين العام وأعضاء مجلس إدارة العتبة والسادة رؤساء أقسام العتبة فورك غرسهم ونما عودهم وفقهم الله جميعا لكل خير أنا أريد أن أعلن بكل أدب وتواضع
أن أقبل أيدي كل المعلمين القرآنيين الرائعين المنقوعين حباً للقرآن وللنبي الأكرم وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فلولا شارة جودهم ووجودهم لما كان هذا العدد المزدهر بالتعليم والتعلم نامياً طيباً موفقاً في أرجاء العراق الحبيب. العدد كبير والجهد عزيز والانتماءة لصاحب الجود والفضائل انتماءة بحق، انتماءة خير وطيب. اسمحوا لي في هذه اللحظة أن تتجه بوصلة الحديث إلى معلمين آخرين هم حاضرون غائبون، أعني الشهداء، هم بوجودهم رسموا درب السعادة والطمأنينة والسلام، بدمائهم أعلنوا أكبر درس للعالم، بتضحياتهم الجسيمة الجليلة الطيبة الندية المباركة. اسمحوا لي أن أطلب منكم جميعاً أن نقف على أرجلنا إكراماً وإجلالاً لأرواح الشهداء مع قراءة سورة المباركة الفاتحة، ثم النشيد الوطني ونشيد الإباء وقوفاً مع رفع الأعلام بإذن الله تبارك وتعالى. يا شهيداً أين منك الشهداء؟ ما نرى شخصك إلا أوحدا، إن ديناً بالدماء قد صنته كاد أن يمحى فكنت المنجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. النشيد الوطني بعد ذلك نشيد الإباء مع رفع الأعلام بالراية الخفاقة لانتمائنا لهذا الوطن ولانتمائنا لأبي الفضائل والجود العباس سلام الله عليه. فأنت الحسام وأنت
عيش الفدا للحسين وقد كنت جيش الفدا للحسين. بهاي الشعاير نفتخر، بهاي الشعاير نفتخر ونعلي شانك يا الدين. تسمعوني لو لا؟ بهاي الشعاير نفتخر ونعلي شانك يا الدين، ونصب على الحاقد جمر بلمة شمل هالطيبين، ما شاء الله عليهم. وبعزم مولانا علي، علي علي علي، وبعزم مولانا علي كلنا بحزم متحزمين. سمعوا، مرتين صلوا على النبي والثالثة بحب وحسين. بورك غرسكم أيها الطيبون المنقوعون بحب العباس سيد الفضائل والقربة، اسمحوا لي بأن أقدم خادما طيبا مباركا مفعما بأريج الخدمة في حياض ورياض العباس عليه السلام، كلمة العتبة العباسية المقدسة، يتفضل بتقديمها وإلقائها الدكتور لواء العطية المعاون العلمي لرئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم، فليتفضل مصحوبا بذكر محمد وآل محمد. قرب ان شاء الله تكون الصوره. نعم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، وصلواته وتحياته على المبعوث رحمة للعالمين نبينا سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السيد نائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام تأييده، السادة أعضاء مجلس إدارة العتبة المقدسة دام تأييدهم، السادة رؤساء الأقسام ومعاونيهم دام توفيقهم، الحضور الكريم مع حفظ المقامات، السلام عليكم. فبداية نرحب بكم أجمل ترحيب، وأنتم تسهمون في صنع جيل واعٍ متزود بمفاهيم القرآن الكريم ومتسلح بمعارف أهل البيت عليهم السلام. اليوم العتبة العباسية المقدسة تحتفل في إحدى أروقتها التعليمية بتخرج طلبة مشروع الدورات القرآنية الصيفية لهذا العام، بعد أكثر من 13 عاماً من النجاح، وهي تواصل، أي عتبتنا المقدسة تواصل رسالتها السامية المستمدة من وحي القرآن الكريم، تلك الرسالة التي دعت إليها الرسالات السماوية وعملت عليها المؤسسات والعتبات المقدسة منذ تأسيسها. وتتلخص هذه الرسالة السامية في أمرين مترابطين
هما التحصيل والتحصين. فتحصيل العلم مثلما تعرفون واجب، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما نصت الأخبار عليه. أما التحصين فهو ضرورة ووقاية، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه مضلات الفتن. ومن هنا جاء في الحديث النبوي الشريف: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وفيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة. ومن هذا المنطلق حرصت العتبة العباسية المقدسة متمثلة بالمجمع العلمي للقرآن الكريم على العناية بالقرآن الكريم والتمسك به وبالعروة الوثقى أهل البيت عليهم السلام، واستثماراً لثقة المجتمع الملتزم بمنجز هذه العتبة الرائدة، سعى المجمع عبر معاهده ومراكزه إلى تهيئة بيئة قرآنية نقية تستهدف الفئات كافة، ومنها فئة البراعم والناشئة والشباب. وهذا الاستهداف قائم على تعليمهم حسن التلاوة وجودة الحفظ والتعرف على سيرة أهل البيت عليهم السلام وتعلم أحكام الشريعة الغراء. ومن هنا أطلق المجمع العلمي هذا العام الدورات القرآنية الصيفية في 12 محافظة، استهدف فيها 64,000 طالب. وقد توزعت هذه الشريحة الكبيرة على 3 معاهد، وقد استهدف معهد القرآن الكريم في كربلاء 30,000 طالب في 4 محافظات. وما ترونه اليوم هو حضور أكثر من 4,000 طالب، هم عينات مختارة من هذه المحافظات، وهي كربلاء وبابل والمثنى وبغداد. وختاماً، لا يسعنا بعد حمد الله جلت ألطافه والاعتراف ببركات المولى أن نمد أيدينا بالدعاء أن يحفظ المتولي الشرعي لهذه العتبة المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، وأن يديم علينا هذه النعمة الجليلة، نعمة المولى، نعمة خدمة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام. ولا ننسى الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلتها أقسام العتبة متضافرة، فندعو الله لهم بالتوفيق والسداد وأن يديم عليهم هذا العمل المبارك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. موفور الشكر وكثيراً من الامتنان بين يدي عزيزنا فضيلة الدكتور لواء العطية المعاون العلمي لرئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، وفقه الله وسائر المسؤولين والمشرفين في العتبة المقدسة على مزيد من هذا العطاء والنماء. عندما نتحدث عن الدروس، أهم درس ذكرناه وأهم معلم ذكرناه، المعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم والأئمة، وبعد ذلك وضعنا بوصلة الاتجاه إلى شارة المعلمين الذين رووا بدمائهم الطاهرة وأعاروا جماجمهم لله،
الشهداء، لكن هم رسموا لنا هذا المعنى الجميل عندما قالوا وطلبوا منا قائلين لنردد معا: يا تلاميذ محمد انصروا دين محمد، يا تلاميذ محمد وياي، يا تلاميذ محمد انصروا دين محمد، رددوا وياي: يا تلاميذ محمد انصروا دين محمد، رددوا وياي: يا تلاميذ محمد دين محمد، هكذا جئتك وردا يا ركاب الذاكرين، أحمل القرآن عقدا مفعما بالياسمين، يا تلاميذ يلا وياي، يا تلاميذ مد انصروا دين محمد، إنه الذكر الأجل في فؤادي قد نزل، وبه الدرب اعتدل للصراط المستبين، يلا وياي: يا تلاميذ مد انصروا دين محمد، أعلى: يا تلاميذ محمد. بإذن الله تبارك وتعالى بمداد المرجعية العليا وعطاءات ممثلها المتولي الشرعي وأنفاس المسؤولين وبركات المعلمين، سنكون من الذين ينصرون دين محمد بإذن الله تبارك وتعالى، ويرفعون نداء ولواء القرآن عاليا خفاقا ببركة ندائنا وتلبيتنا لسيد القربة، لسيد الجود، لأبي الفضائل العباس: لبيك يا عباس، لبيك يا عباس، لبيك يا عباس. منكم وإليكم الكلمة التالية بإذن الله تبارك وتعالى أعزائنا، كلمة ممثل الطلبة يلقيها الطالب حسن حمود، وما أجمل أن يفتح نافذة قلبه وبصيرته قبل بصره هذا الشبل العزيز الذي سيكون ممثلاً للذين يحملون الوعي والبصيرة في قلوبهم وعقولهم من الطلبة الكرام الأجلاء الأعزاء. هو بصير ببصيرته ينظر إلى آفاق جود أبي الفضل سلام الله عليه بكل حب وانتماء، فبورك غرسه، نما عوده، وفقه الله لكل خير لسلامته ولسلامة كافة طلبتنا الأعزاء. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم
أبي القاسم محمد وعلى آله سادات الأمم. السادة الضيوف، إخوتي الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تعلمنا في هذه الدورات الصيفية 5 مواد، وهي العقائد والقرآن والسيرة والفقه والأخلاق. فلنتكلم عن العقائد، عن أصول الدين، وهي 5. رددوا معي يا زملائي: أولاً التوحيد، ثانياً العدل، ثالثاً النبوة، رابعاً الإمامة، خامساً المعاد يوم القيامة. مثلاً، ما معنى التوحيد؟ فإن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. وما معنى العدل؟ فإن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحد. وما معنى النبوة؟ فإن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. الإمامة، ما معناها؟ فإن الأئمة هم 12 إماما، وهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، والإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، والإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام، والإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، والإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، والإمام علي، والإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، والإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام، والإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، والإمام الحسن بن علي العسكري عليه السلام، والإمام محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه. ما معنى المعاد يوم القيامة؟ فإن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإذنه للحساب، فأما المحسن يذهب إلى الجنة، وأما المسيء يذهب إلى النار. فلنتكلم عن القرآن. حفظنا جميع الصور بالسورة الصحيحة، مثلاً سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الصحيحة هي في الكسرة وليس بالضمة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فإن الصحيح هي في الكسرة وليس بالضمة: الحمد لله رب العالمين. مثلا الرحمن الرحيم، فإن الصحيح هي في الكسرة وليس بالضمة: مالك يوم الدين، فإن الصحيح هي في الفتحة وليس في الكسرة وليس في الفتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن الصحيح هي في الضمة وليس بالكسرة: إياك نعبد وإياك نستعين. والآن سأقرأ سورة الفاتحة كاملة في السورة الصحيحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. وفي الختام أن أقول من أعماق قلبي شكراً لمرجعيتنا الرشيدة صمام أماننا، شكراً لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم، شكراً للعتبة العباسية المقدسة على دعمهم المتواصل لنا، شكراً لمعهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، شكراً لمعلمينا وكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة الجميلة، الطالب حسن حمود رديف من محافظة كربلاء قضاء عين التمر منطقة البهويدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفور الشكر وكثير الامتنان لعزيزنا حسن حمود. الحقيقة عندما أرى هذا المنظر أمامي ويتجسد في معالم المعرفة شيئا يسيرا من كل هذا الانتماء إلى القرآن الكريم وإلى تعاليم مدرسة السماء، إلى تعاليم الإسلام العزيز، إلى تعاليم النبي الأكرم، ودائرة دوحة خزان العلم ومنتهى الحلم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أقف حائراً متعجباً. أعود إلى ذاكرة المدرسة قديماً لألغي في ذاكرتي كل التعاليم التي تعلمتها. كنت أقول عندما يقول نيوتن أن الأرض هي الذي تجذب، وعندما يقول ديكارت أن أنا أفكر إذن أنا موجود، وهناك الكثير من التعاليم التي علمناها وتعلمناها. أقول عندما أرى هذه المشاهد، كلا، لقد تغيرت في ذاكرتي، في مخيلتي، في فكري كل هذه التعاليم. عذراً لك نيوتن، العباس هو الذي يجذبنا. عذراً ديكارت، أنا عباسي إذن أنا موجود. عذراً أفلاطون، كربلاء هي المدينة الفاضلة. عذراً أديسون، عذراً لك، هو العباس الذي يسقط ورقة توته بإنارة الجود والوفاء على الأرض فتزهو وتزدهر وتنمو بكل آفاق الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. عذرا روما، كل الطرق لا تؤدي إليك، إنها كربلاء، كل الطرق تؤدي إلى كربلاء. وعذراً جوليت، الطف هي حبيبتي، انتماءة هذه الواحات الأربع من الحاء والسين والياء والنون الحسين، وانتماءاتنا إلى حروف أربع من أخيه أبي الجود من العين والباء والألف والسين، انتماءة إلى دائرة الخيرات في هذا عالم، شيء يسير من هذا الجمال الذي يؤسس له إخوتنا في العتبة العباسية المقدسة
نرتسمه مشاهدة عبر هذا الفيلم الوثائقي، أدعوكم لمشاهدته. دمتم بخير مع ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. في قلب كل حي قصة تتجاوز الزمن، ويكمن نور ينير دروب هؤلاء الفتية الصغار في كل صيف، حيث تتحول المساجد والحسينيات إلى منارات تشد الأيادي الناعمة نحو نور واحد، نور القرآن الكريم. هنا حيث تمتزج براءة الأطفال بعبق القداسة في صحن المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، الموافق لدرب البصيرة والكمال، يحرص معهد القرآن الكريم التابع لقسم المجمع العلمي على مشاركة البراعم في الدورات القرآنية الصيفية بغية تعليمهم أهم مسائل الصلاة والأسس الرئيسية للعقيدة الإسلامية والقراءة الصحيحة للقرآن الكريم، فضلا عن تعريفهم بسيرة أهل البيت عليهم السلام. مشروع الدورات القرآنية الصيفية هو من المشاريع التي أولتها العتبة العباسية المقدسة اهتماما كبيرا، وذلك للأثر الذي لمسته العتبة ولمسناه في نفوس أبناء الطلاب، لأنهم يتعلمون الفقه والعقائد والقرآن والأخلاق وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدورات الصيفية لتعليم القرآن الكريم ليست مجرد دروس أو حصص تعليمية، إنها رحلة ممتدة عبر أكثر من 13 سنة تحمل القيم وتمنح البصيرة وتزود الأجيال في أسمى قيم الدين والأخلاق. هذه الدورات توجد فيها فعاليات مختلفة، منها ترفيهية ومنها مسابقات قرآنية ومسابقات أخرى تنظمها، وهنالك مرسم خاص واكتشاف للمواهب، مواهب الطلاب، وأيضا تعليمهم بعض المهارات الفكرية وتنشئتهم تنشئة صالحة. ومن جملة الأمور التي يتعلمها الأطفال والبراعم في هذه الدورات هي الصلاة وكيفية أداء الصلاة والوضوء وما شابه ذلك من فقه وعقائد وسيرة. بالفعل كل الأهالي قدموا الشكر والامتنان إلى العتبة العباسية المقدسة لرعاية هذا المشروع الإيماني المبارك الذي استوعب الطلبة من خلال كافة التوجيهات الإيمانية، كما قلنا العقائد والسيرة والقرآن. ما بين التلاوة والتفسير يجد هؤلاء الصغار أنفسهم في رحلة روحية تفرش بأسمى المعاني، يتعلمون ليصبحوا منارات هداية في مجتمعاتهم وأسرهم. تعلمنا فيها الكثير من الأشياء مثل السيرة والعقائد والفقه والقرآن الكريم، وتعلمنا من هذه الأشياء هي السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا المعصومين وفاطمة الزهراء. الذين يشرون الحياة الدنيا كل حرف يتلوه لسان صغير، وكل آية تحفظها ذاكرة وليدة تزرع بذورا من نور تهدي طريقهم وتمنحهم قوة الاستمرار والتميز في شتى مراحل حياتهم. أسهم معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة
من خلال الدورات الصيفية في تنشئة أجيال مسلحة بالقيم والمعرفة ضمن خارطة المشروع التي تشمل عدداً من المحافظات العراقية، وهي كربلاء، بغداد، بابل، المثنى، لتستهدف في موسمها الحالي أكثر من 30,000 برعم. أشرف على تدريسهم 1125 أستاذاً ومدرباً مختصاً في مجال القرآن الكريم. احتضنهم مشروع الدورات الصيفية القرآنية من خلال 1100 مسجد وحسينية ضمن المراكز والأقضية في المحافظات التي يشملها المشروع، ليبلغ عدد المتخرجين من الدورات الصيفية القرآنية خلال 13 سنة أكثر من 156,150 تلميذاً. وبلغ عدد المناهج الدراسية الخاصة بالتعليم القرآني أكثر من 200,000 كتاب خلال عمر المشروع. الحمد لله، هذا المشروع يقام للسنة 13 على التوالي، وتطور تطورا كبيرا من ناحية أعداد الطلاب ومن ناحية المناهج والآليات التي يقام بها هذا المشروع ومن ناحية الرقعة الجغرافية. كان هذا المشروع يقام فقط في كربلاء المقدسة وتحديدا فقط في الصحن الشريف، وكان عدد الطلاب في السنة الأولى 150 طالب. بعدها توسع في محافظة كربلاء، انتقل من الصحن الشريف، يعني بقي في الصحن الشريف، وأضيفت مساجد وحسينيات، وكان عدد الطلاب 1500 طالب، إلى أن وصلنا إلى هذا العام بحمد الله تعالى. إنها ليست مجرد رحلة تعلم، بل هي رحلة إحياء للقيم الإسلامية العظيمة وسعي نحو بناء جيل ينشأ على حب القرآن وعشقه في أوقات مليئة بالإيمان والتفاني. حيث يصبح القرآن الكريم نبراساً لهؤلاء الأطفال، يهديهم إلى الصراط المستقيم ويرشدهم في مسيرتهم الحياتية، وفي كل صفحة يقرؤونها وفي كل آية يتدبرونها تتجلى الروح القرآنية في مرآة قلوبهم النقية وهم في رحاب العتبة العباسية المقدسة، ليكونوا نور البراعم المضيئة. موفور الشكر وكثير الامتنان لكل العاملين في مجالات ودوائر القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة. سدد الله وثاقكم وأيدكم للمزيد من هذا النماء والعطاء إن شاء الله. العباس سلام الله عليه، عندما نتحدث عنه أرجوزة كبيرة من دوائر الوفاء والإخاء، التضحية الحقة للإمام المعصوم. هو أكبر معلم، عندما يقول الشاعر في هذا المعلم: وقفت على شط الفرات معلما، وسطرت ناموس الأخوة بالظما، وعدت وفي عينيك حطت قبيلة من الشرف العالي، فألفت لها حما. كأنك سيدي يا عباس، كأنك لم تحمل من الماء قربة، ولم تنعقد زندا عليها ومعصما، ولكن حملت النهر من مستقره، وأقبلت في أمواجه ثائر الدماء، حسامك أهدى الأبجدية حدها، وباللغة الفصحى جوادك حمحما. هنا فارس، هنا سيف، حصان، وقصة رواها لسان الريح، حتى
حتى تلعثم. هنا هنا أنت تغتال المسافة عابرا من النهر أو بالنهر تنوي المخيم. هنا هنا رحت تختط المنايا قصائدا وتكسو قوافيهن لحما وأعظما. هنا القربة الحبلى أراقوا جنينها من الماء فاغتالوك وردا وموسما. فبقيت سيدي يا عباس خالدا بالنماء، وهكذا نربي أبناءنا واحدا تلو الآخر، نلبسهم السواد على أبدانهم تهيئا لمصيبة كبرى اسمها مصيبة الطف، اسمها لوحة كربلاء، اسمها تعاليم أرجوزة الألم المقدس في عاشوراء. نلبسهم استعدادا لورود المحرم، وهكذا أصر العزيز أن يلبس لباس السواد شاعرنا الحبيب الذي جاء معنونا هذا الجمال باسم قصيدة شعرية يلقيها علينا السيد عبد الله المشايخي أحد طلبة المشروع، فليتفضل مصحوبا مكللا مؤيدا بذكر محمد وآل محمد. من يوصل المرسال أرض مدينتي فهناك جفن ساهر لمصيبتي، وحنان أم ما يزال بغرفتي، كلمتها عبر الحنين بدمعتي. أنت الغريبة أم أنا في غربتي؟ صبرا فقد قتلوا عطاشا إخوتي، عجب لنهر لا يغازل نظرتي، فالنهر قد سرق الحياة وبسمتي، ونزفت كل الصبر عند الضفة، والنحر صلى باتجاه الثورة وبلوعتي وبمحنتي وبحسرتي. ها قد مسكت بلحيتي، جمر انتظارك لاهب في مهجتي، ودموعك الحمراء تشبه مقلتي، فإليك يا أم البنين مودتي، كوني بخير إن قرأت رسالتي. عرفتيني منو لو قلت يا نحسين؟ بعدك واقفة على الباب لو طحتي، يم أربع حزم يم أربع حزم، مو فقط بالتحزام بقيت لوحدك بيمن تحزمتي. طلبت من الهوى طلبت من الهوى يوصل لك المرسال، عسى تعرفين حالش ما تنفستي من غربة. رسالة دمعة من مخنوق إلى مملكة حضنك وين ما كنتي، أنا العنار قضيت خاصرتي بقميصي وجبتي وعمامتي وبختي، ونيت على خي وما سمع وانتي يجوي البارد النار اللي بعاطفتي، بحيث احترق قلبي بطيحة العباس ونشف ريقي ويبس وتفطرت شفتي. صوت سيوف صوت سيوف صوت خيول صوت طبول بنصليك الأصوات وينسمع صمتي. أرد للخيم لو ما أرد، أرد للخيم لو ما أرد، شو بعد شلون أضلع للنهر؟ يمكن تموت أختي وزينب تفتهمني بنظرتين صغار، أطيح يا عمد واختصر سالفتي، مدرش بي أشيل جبوب ذي وطيح، رتبتي وصحت يمعون وين انتي؟ يوجعني يوجعني منصد للشام من بعيد، يشامر بالحج وحجار تبقصتي، وأما بعد وأما بعد بس اش بعد يا معباس، بقد بس رقبتي والسيف اللي بذمتي، وإذا شفتي فراغي يصير بالمكتوب قولي المعنى راسي انفصل عن جثتي.
رمحهم راد راسي، رمحهم راد راسي وأخذ راسي وراح، بس ظل شايله يسولف بمنزلتي ومحبسي، محبسي الضال مدري بيا نبز جمال، خذا بس من خذا قص اصبع يمنتي، ومن داست بصدر الخيل، من داست بصدر الخيل، من سحقت بصدر الخيل، من رفست بصدر الخيل، صحت بصوت الله يساعدك يا ضلوع والدتي. وختاما بالعليلة بعد ما وصيت، ختاما بالعليلة بعد ما وصيت، وأمانة عليك توصل بوست البنتي وتقليل هيسلم عليك يقول خد تقرأ الرسالة وتقرأ فاتحتي، خد تقرأ الرسالة وتقرأ فاتحتي. والسلام عليكم. أحسنت، طيب الله أنفاسك، موفور شكري وكثيرا من الاحترام والتقدير لعزيزنا السيد عبد الله المشايخي، أحد طلبة المشروع الذي ارتأى أن يحضر في هذه الآفاق لابسا لباس السواد عزاء على جده الإمام الحسين سلام الله عليه، فبورك هذا الغرس النامي ووفقه الله لأن يكون من الصادحين بذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام في اللاحق من الأيام ببركة ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. عندما ترتسم الصورة الجميلة في دائرة نتائج هذه الدورات الصيفية، نشاهد الاهتمام الوافر من قبل المرجعية العليا ومن قبل ممثل المرجعية العليا والمتولي الشرعي للعتبة العباسية بالتقاط تلك الصورة التذكارية الجميلة، عندما يحملون الفتية القرائين على صدورهم والمصاحف يتوسمون بها على أزمة قلوبهم، عندها ينطلق النداء للعالم بأننا نحن الذين نرفع لافتة الوحدة الإسلامية عالية خفاقة، لأننا نحن الأولى بالحفاظ على القرآن الكريم ونصرة هذا الكتاب المقدس. واليوم اتجاه بوصلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، نتعلم كيفية التعامل مع جمال الذات الإلهية. هنا الصحيح من سنة النبي الأكرم ومسيرة وسيرة أئمة أهل البيت يرتسموها لنا عنوانا للجمال، فنقول ونحن كلنا حب للأسماء المقدسة، للأسماء الحسنى، جل الجلال، جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم سائر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو لاح نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. قلت هذا المعنى الجميل لأدعو أعزتنا الوافدين على منصات قلوبنا بعد لحظات من طلبة هذا المشروع المبارك، 100 من الطلبة يقرؤون النشيد الرسمي لمشروع الدورات الصيفية حاملين الأسماء الحسنى على صدورهم امتثالا لهذا الجمال الذي أنا ذكرته، فليتفضلون مصحوبين بذكر محمد وآل محمد. هذه الصلوات مع هذا العدد الغفير لا تتواكب، هنا
خطان ممتدان من الصوت الجهوري القوي اللي يريد يفوز وينول الظفر. الراد بالمحشر تنور أعماله، خل يشيل الزيغ عن مد البصر، يصلي على الهادي البشير وآله. قول أبهى بالقرآن يسمى، هذا قول أبهى.
يلقى فبي دوما أبقى موسوما بالأتقى. بالقرآن نلقى توفيقات أرقى، بالقرآن نلقى توفيقات أرقى. ما أحلى طعم الثقلين قرآني وبني مقوى. بالقرآن نحظى أجمل جنة مقوى. قمر للدنيا عباس يجذبنا من بين الناس، يرشدنا لطريق الماء صوت الإحساس. علمنا كي نبقى بالقرآن أنقى، علمنا كي نبقى بالقرآن أنقى. مرجعنا عهدا نتبعه وبما يوصينا نسمعه، قرآني نهج أجمعه نرعاه فيما نصنعه. هذا قول أبهى بالقرآن يسمى، هذا قول أبهى بالقرآن يسمى. بالقرآن نحيا وبه الكون أحلى، يجعلنا في نور دائم لا يخدعنا فكر هادي. بالقرآن نرقى فهو العروة الوثقى، بالقرآن نرقى فهو العروة الوثقى. والدتي وأبي دلاني أن القرآن عنواني، وبه يغمرني إيماني، يحميني شر النيران. فبه دوما أبقى موسوما بالأتقى، فبه دوما أبقى موسوما بالأتقى. شكرا جزيلا. أقول مستق من ثلاثة حروف من حروف الهجاء من الشين والكاف والراء أردفها بالتنوين، أقول شكرا لهؤلاء الأشاوس الذين رسموا بهذا الجمال أنشودة الولاء لأبي الفضل العباسي بتوقيع حناجرهم الطيبة بمداد العطاء
للبقاء مع تعاليم القرآن الكريم. وللمزيد من ضمانة هذا الجمال نرتسم بإذن الله تبارك وتعالى بعد لحظات ترديد العهد جميعاً، كل الطلبة بإذن الله تبارك وتعالى الحاضرين على المنصة والذين يتوافدون معنا في هذه اللحظة. أدعو أحد أساتذتنا الكرام الطيبين، ألا وهو فضيلة الشيخ جواد النصراوي مدير معهد القرآن الكريم، كعمة مباركة التي ترسم لواء التعليم الصحيح لمسارات الحياة على دروب منصات العشق الإلهي دوماً وأبداً، متمثلة بامتداد ذلك الإنسان الطيب صمام الأمان للعراق سماحة المرجع الأعلى الرشيد السيد علي السيستاني. تاج على الرأس سيد علي السيستاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سادتي الأكارم، أبنائي وأحبائي الطلبة، ها نحن اليوم نقطف ثمار ما زرعناه خلال هذه الفترة من تعليم أولادنا في الدورات القرآنية الصيفية، وإن شاء الله يكون الختام مسك بترديد العهد لسيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، نعاهده بأن نبقى نسير على هذا الدرب المبارك. أدعو أبنائي جميعا الطلبة للوقوف ورفع اليد لغرض ترديد العهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي أرجو ترديد العهد بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. عهداً سيدي سنظل ثابتين على عقيدتنا ما حيينا. عهداً سيدي يا بقية الله سنسير على نهجكم. عهداً سيدي يا صاحب الزمان سنتجمل أخلاقكم ونلزم منهجكم. عهداً سيدي سنقرن العلم بالعمل الصالح. سيدي يا صاحب الزمان، سيدي عجل بظهورك، فقد اشتقنا إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون معا من أنصاره وأعوانه إن شاء الله تعالى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. موفور الشكر وكثير الامتنان لفضيلة الشيخ جواد النصراوي مدير معهد القرآن الكريم في المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة. حقيقة لا بد أن نقول كل عام
وأنتم بخير على هذا الجهد الكبير. كل عام وكل شيء بخير ما دمنا بهذا الجمال. كل عام ونحن أفضل منا. كل عام ونحن أورى غراما بيننا من غرام لفظ ومعنى. كل عام ونحن صيغة جمع قد نثنى قد نثنى قد نثنى لكننا ليس نثنى. كل عام وفي فمي ألف شكر للذي قال كل عام وهنى. شكرا جزيلا يا أبا الفضل العباس، يا صاحب الفضائل، يا سيد القربة. شكرا جزيلا للمرجع الأعلى سماحة السيد آية الله العظمى سيد علي السيستاني. شكرا جزيلا للمتولي الشرعي سماحة السيد أحمد الصافي. شكرا فردا فردا لكل مسؤول في العتبة العباسية المقدسة. فرشنا له جفون العين، اجلس هانئا. كلا، نفرش لك بساط القلب، أخاف أن العين تخفق. نعم، فإذا وقعتم فأنتم في شغاف القلب. شكرا لكل معلم، قف للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. شكرا لطلابنا الكرام على هذه الروح الجميلة القرآنية المحمدية التي غرست جمال الانتماء للقرآن وأهل البيت. بقلوب حراء ندعو لتعجيل فرج مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان. فقلوبكم الطاهرة هي أندى وقعا لاستجابة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ختاما، سر يا نسيم احمل سلامي ثم قل عجز الكلام وكل منه قصيد. فلئن غفرتم للمحب قصوره وعفوتم إني إذن لسعيد. هذه قلائد فضلكم وجميلكم يزهو بها فوق الترائب جيد. وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإلى المزيد من العطاء بإذن الله تبارك وتعالى على سوح رياضي وحياضي أبي الجود والفضائل أبي الفضل العباس. وختاما، الصلاة على محمد وآل محمد.